نروح إلى منطقة العلا اللي أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن أول مركبة كهربائية ذاتية القيادة تتسع لـ90 راكبا وتستخدم لنقل الزوار إلى البلدة القديمة. هذه هي المركبة وتأخذ الناس في جولة إلى المدينة القديمة عشان يشوفوا. يعني هذه بدون سواق الحين أركب فيها هذه قيادة ذاتية للوطن. من غير سائق. جميلة جدا. أنا أتوقع أنه الموضوع سهل لأنه المنطقة هذيك ليس فيها سيارات. المنطقة هذيك يعني راح تكون هذه هي السيارة معينة راح تمشي في مسار محدد ومخصص مبرمجة عليه. مبرمجة بطريقة معينة والمنطقة مهيئة لها. فهذا شيء جدا جميل. أنا عجبتني. أنا عجبتني وممكن يعني أنا من الناس اللي شوية عندي بعض التخوفات من التكنولوجيا ما أثق فيها كثير لازم أحس إن هي أخذت يعني وقتها الكافي بس سيارة بهذه الطريقة أنا ممكن أجربها عاد وخاصة إذا هي هتسهل علي التنقلات في مثل منطقة زي هذه. إحنا من شوية دخلنا في دراسة عن الطلاق.